هذا يسأل عن الصلاة في المسجد الذي فيه انحراف عن القبلة. الانحراف اليسير ما يضر، الانحراف اليسير ما يضر، أما إذا كانوا يصلون والقبلة وراء ظهورهم أو على جنوبهم القبلة فهذا لا يجوز. إذا كانت القبلة على جنب المصلي أو خلف ظهره هذا لا يجوز، أما إذا كانت أمامه ولو كان ما أصاب عينها يصيب الجهة، يكفي الجهة التي فيها القبلة. فالانحراف الذي لا يصرف المصلي، لا يصرف جسم المصلي عن القبلة، هذا الصلاة صحيحة. نعم.